أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الأفضل كثرة قراءة القرآن أم قلة القراءة مع التدبر في شهر رمضان؟ نعم. يقول السائل: هل الأفضل كثرة قراءة القرآن أم قلة القراءة مع التدبر في هذا الشهر؟ الحمد لله، لا يتنافى التدبر مع كثرة التلاوة، ما يتنافى هذا، بل كل ما كرر التلاوة زاد التدبر عنده وحضور القلب، فلا تنافي بينهما حتى يقال أيهما أفضل. نعم، فيقرأ بتدبر ويكثر. نعم.